قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إن إيران تكثف محاولاتها لإشعال الوضع في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات مهمة في جبهة الضفة في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وخلال لقائه بقادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، رأى ضرورة التعامل مع جبهة الضفة كما يعامل الجيش أو يتعامل الجيش مع غزة. إيران منصة لفجوة بإسرائيل. إيران تحاول إلحاق الأذى بإسرائيل تارة عبر غزة ومرة عبر لبنان واليمن والعراق وأماكن أخرى، وفي كل هذه الأماكن نعمل على إيقافهم وضربهم، وعندما تصبح هذه المسارات مغلقة فإن طريقتهم في العمل هي إيصال المال والأجهزة والأسلحة إلى الضفة الغربية. معنا من رام الله اللواء عدنان الضميري الباحث الأمني والسياسي، أهلا بك معنا سيد عدنان. ما هي حجم المخاوف الحقيقية من أن تتحول الضفة الغربية كهدف إسرائيلي دسم كما جرى في غزة؟ هو صباح الخير لك وللجميع المشاهدين. هو الضفة الغربية يتعامل معها تدمير بالقطعة أو بالمفرق، ويتعامل مع غزة تدمير بالجملة، لكن التدمير هو التدمير. وما حدث في البيرة صباح اليوم في مدينة البيرة هو من مستوطنة بسيغوت التي تقع على أراضي البيرة. هاي المستوطنة هي ملاصقة لمدينة البيرة، ومنها يخرج المستوطنين عادة وبحماية الجيش الإسرائيلي وتحت ناظره. والجيش الإسرائيلي دخل الساعة 9:45 مع أنه صباحا، مع أنه حادث الهجوم تم الساعة 5:45. هذا الوقت أعطى الجيش الاحتلال منحه للمستوطنين للإمعان في التدمير والحرق في مدينة البيرة، فأحرقوا شقق بنيتين وأحرقوا أيضا ما لا يقل عن 20 مركبة. جالانت كان مجتمع بالأمس مع قادة المستوطنين وليس مع قادة الجيش، وهذا مؤشر أيضا أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل تدعم المستوطنين ليس فقط بالسياسة ولكن بالسلاح، حيث تم تسليحهم أخيرا بتقريبا 30,000 قطعة سلاح. واضح تماما أنه يريد نتنياهو أن يجر الضفة الغربية إلى مربع المواجهة العسكرية المباشرة، وخصوصا مع الأمن الفلسطيني بالذات. نعم. واضح هذا الموضوع للقيادة الفلسطينية منذ فترة طويلة، هذا الموضوع ومواضيع أخرى يقوم فيها المستوطنين بمساعدة الجيش من اليوم الصباح الباكر ومن بداية موسم الزيتون. نعم. ليعتبروا الفلسطيني موسم الخير، وهم يمنعون الفلاحين الفلسطينيين من الوصول. نعم. إلى زيتونهم لجني ثمار زيتونهم في هذا الموسم. طيب سيد عدنان، هل هناك أي طريقة لمنع هذا الانفجار أن يحدث؟ الانفجار تتحكم فيه الاعتداءات الإسرائيلية الداعمة للتطرف الاستيطاني بما يسمى بشباب التلال والإرهاب اليهودي، الذي حوكم في يوم ما قبل ما يصير وزير بن جفير بتهمة مساندة الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية. كانوا يسموه زمان الإرهاب اليهودي، اليوم بطلوا يسموه، صاروا يسموهم شباب التلال. هذا الموضوع نعم الفلسطينيين بكل قوة شعبية بعدم انجرار نحو مواجهة مسلحة مع الجيش، لأنه في الوقت الذي يتصدى الفلسطينيين للمستوطنين المتطرفين يأتي الجيش فورا ليساند المستوطنين. هذا يومي يحصل في المجتمع الفلسطيني. هناك وعي فلسطيني أيضا في الريف الفلسطيني بعدم إعطاء جالانت ونتنياهو وبن جفير، عدم إعطائهم ذرائع لحرق، ليقوم الجيش بتدمير وحرق المدن، والمستوطنين
نقوم نحن أو الجهات الشعبية المقاومة الشعبية تقوم بالتصدي لهم في كثير من القرى والمدن تمنعهم، لكن ينجحون أحيانا بالوصول، خصوصا عندما تكون المستوطنة قريبة من المكان المستهدف. نعم، هذا ما كنا نتحدث عنه بصورة عامة، ولكن عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي ويقول هناك إزالة للقيود على استخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية، وأعطى إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة فيها، نحن كنا نتحدث عن موضوع المستوطنين، الآن نتحدث عن الجيش الإسرائيلي، استخدام طائرات بدون طيار، استخدام أيضا طائرات حربية، ماذا يعني هذا الكلام عسكريا على سكان الضفة؟ وهل سيقتصر فقط على بعض المخيمات أم سيشمل مدن أخرى؟ هم استعملوا الطائرات الحربية في جنين، في مخيم جنين استعملوا الطائرات الحربية قبل هذه المرة، واستعملوها أيضا في مخيم نور شمس، لكن أعتقد بأنه الإسرائيليين في المرحلة الحالية في ظل التصاعد القائم على الجبهة الشمالية في لبنان، وبعد ما خف الضغط عليهم في غزة، الآن هم ينتقلوا أو اعتبروا أنه انتهت المعركة في غزة كذا هم قالوا، واليوم ينتقلوا إلى الضفة الغربية في محاولة أيضا لفرض واقع جديد على الضفة الغربية، خصوصا فيما فعلوه بقطع العلاقة مع الأنروا. واليوم عندما صرح أو بالأمس عندما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس عن أبلغ رسمية للأنروا بقطع العلاقات معها، هذا مؤشر خطير يقود إلى أن القوات الاحتلال تحضر لعمل كبير خصوصا ضد منظمة الأنروا التي لها مدارس تعليمية، وعندنا ليس أقل من 200 ألف طفل يتعلموا في هذه المدارس، أو 100 ألف طفل يتعلموا في هذه المدارس، وأيضا العيادات الصحية ومؤسسات الأنروا التي بدأوا يدمروها في القدس، دمروا مقر للأنروا في القدس، وعملوا تدمير أيضا لمقر الأنروا في مخيم نور شمس. أعتقد أنه بداية جديدة يفتح عليها الاحتلال في انتظار ترامب، لأن نتنياهو ينتظر بالأساس صديقه ترامب ليكون هو الرئيس القادم في الولايات المتحدة، ويفتح أمامه مساحات أوسع للفتك بالفلسطينيين وبالسياسة الفلسطينية. ترامب هو الذي أعلن عن نقل السفارة الأمريكية للقدس، ترامب أعلن عن صفقة القرن، ترامب هو اللي أعلن عن ضم الجولان. الآن نتنياهو ينتظر أن يأتي ترامب ليعلن عن ضم الضفة الغربية وإنهاء كل الاتفاقات. لا أعرف إن كان فعلا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الآن لديه ما يقول. من قام بعمل جدي هو المملكة العربية السعودية بالتحالف الجديد الذي أنشأته لمساعدة الفلسطينيين في تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية، وليس في شعار الدولة الفلسطينية، في تنفيذ هذا الموضوع. ممكن أن يكون عاملا مساعدا التحرك السعودي العربي الإسلامي في هذا الموضوع، لأنني أعتقد بأن لا أمل في حكومة إسرائيلية أن تمتثل للقرارات الدولية، ولا أمل في أن تمتثل أمريكا للخلاص من التوحش الذي تقوم فيه في المنطقة. شكرا جزيلا من رام الله اللواء عدنان الضميري الباحث الأمني والسياسي.